الفيغاتاج، هذا اسم تاع الباجنا، باش تكون الباج عجبتكم، هذا اللي نتاعها، اللي هي اوفيسيال نتاعنا، به. اليوم الموضوع تاعنا الحلقة تاع اليوم باش نتكلمو على دومين نايم غراتوي. اش معناها دومين نايم غراتوي؟ معناها باش تحصل على دومين نايم عمرك الكل، معناها ماهوش باش يقص حتى مرة في حياتك، تبقى ديما تخدم بيه معناها. باهي، ثم الوجه شيء صغير، هو أصلها من أمريكا، بالتحديد من ميامي، صنعه واحد اسمه جون سميث، هذا انجينير كبير في شركة مايكروسوفت، انتج البرنامج هذا. هذا البرنامج هذا يخليك تخدم الدومين نيم غراتوي، تختار انا كيفاش تحب. هذا اللي نتاعنا تلقاوه في الديسكريبسيون بعد. تكليكو على داونلود و تلشارجي. انا ديجا بدا يهبط. ها هو شوي، ومشي تشبهش في التشاجمون في الأصل. صاير يهبط، كتحب هاي يفهمك واش تعمل بالضبط، لي معناها لي ديماج وكلش كيفاش تخدم بالضبط. انا باش نوريك كيفاش يخدم، انا باش نفهمك معناها باختصار كيفاش البرنامج هذا اش يعمل بالضبط. هذا الجزء تاعنا فري دومين كيما تعرف فيه، هذا البرنامج كي نحكو عليه به، نجيهو ندخل اي اسم تاع حبينا عليه. يعني هذا اللي مقلبت مثلا نسمي بوان، ما نعملش بوان كوم، هوني قدام تختار شو شوزيغ دومين اكستنسيون بوان كوم بوان نت بوان اوغ بوان بيك بوان انف بوان تي. مثلا انا بوان نت، نكليك هوني، كي تكليكي ثم يقول لك معناها يعطيك اللي دي مش اللي دي ماش، معناها متطلبات تاع وانا تاع الانترنت، هذه متطلبات تاع السيت تاعك وين ينجم يخدم، تختار انت. اما هذه بيعطيك انا الدومين، نكليكي انا على هون، يبدا هو بيراتي فيه، عاود كيما تو فيه يبدا بيراتي في الدومين تاعك. هوني هذه تحصلوا عليها من فايرزيلا، ثم لوجيسيال اسمه فايرزيلا كي تخدم، ثم خدمة أخرى باش نعطيها لكم إن شاء الله المرة الجاية. الخدمة هذه يعطيك فيه اف تي بي هاست، معناها السيرفر باش تجيب عليه. الفايرزيلا هذا شنو هو؟ باش تخدم أنت في الوكيل تاع الباج، باج باج ويب، هاك الكوداج وكل شيء، كي تخدم هذاك يجيك في دي في شيء يقول لك انجستري سي دي في شيء في بوان اتش تي ام ال، حتى باش يجي باج ويب بوان اتش تي ام ال، هذاك باش تعمل له اكستراكسيون بالفايرزيلا. الفايرزيلا باش كونيكتي بها، انت كي باش تدخل دو باز والاف تي بي هوست واليوزر نيم باسورد بالفايرزيلا، تحولهم هنا، تحولهم هنا وتحط مثلا اذر كوموند، مثلا نقول انا visit my new website مثلا، ونعمل سيف، باش يكتب good luck with your domain،
صحيح، يعني نسيت بعدين عندي نسيت هذا، هذوما محطوطين ما نهبطناهم نحن في الفاير زلة، كنتو أكلي في شيء تاع لي باج ويب تحكي تختم عليهم أنت، بعدين يجيك في واحدة في سيت كامل باش تبدل فيه في الفاير زلة، باش تبدل فيه باش تزك مثلا نقول مثلا أنت عملت مثلا سيت تاع ألعاب ولا أفلام ولا كذا، تمشي في الفاير زلة تشوفك الاكل في شيء تشوف عليه جي مثلا المواد اللي تعمل عليه اليوم تحطيت في الباج اوفيسيال تاعك ولا في الباج برينسيبال مكتوب جي وفيديو مثلا هكا جي منه وفيديو منه او حاجه اخرى منه، تمشي انت في الزنا تمشي لك في شيء صغير موجود تلقاه ديما موجودين هما حتى كي تحطوا معناها كي يعمل ببلشر معناها يتحطوا في سبتان كي هما يجي ما يجي نفس الخدمة خدمها معنا ما يجي بانكو هذا الموقع هذا ليزيكون نجم تخلو بيهم لحكاية ليزيكون هذوما اما بالمعناها كما نقولوا فيه بالكود بالكود ويب اتش تي ام ال بي اتش بي جافا سكريبت سي بليس بليس شوفوك هكا انت هما دي في شيء مثلا كيما افلام عربي افلام اجنبي اغاني برامج العاب هما دي في شيء صغار دي تكست فيهم دي لونجاج لونجاج هذوما مخدومين بيهم العقل هذوما هذا كل واحد فيهم عنده لونجاج خاص مخدوم بيه واللي خاص بيه كما قلت لكم فايزلنا هذا هو اللي يجيب لكم هذا يجيب لكم الحكايه هذه كي تعمل سيف يقول لك صحيح دخلت انا صحيح عندي كونت باش ما تقولوش عندي مش ما معناها عندي كونت عندي سيت ويب هذا السيت ويب تاعي هذا نينيت.com نينيت.com سي مون سيت اوفيسيال هذا السيت اوفيسيال تاعي سيت اوفيسيال تاعي ما حبيتش نعطي باش حاجات السيت هذا بتاعي انا تختار فيه معناها اللي تحب نقولو انت عملت فورمونتاج للبي سي تاعك مثلا هذوما معناها اكثر معناها في اللوجيسيالات تحتاجو اكثر بعد الفورمونتاج كيما نقولو سكايب كيما سكايب هوني هذي سكايب تكليكي على سكايب تمشي جيت انستالي نجم تنشارج اكثر من حاجه في نفس الوقت سكايب جوجل كرو مثلا وينرار ما عندكش وينرار في ال سي جافا هاي فايزيلا هتلقاه هوني فايزيلا وين اخر حاجة اوفيس دي ميسات مجددتوش هذا تختار فيريس من الفيريسات تحب عليه انتي فيريس من الانتي فيريسات تحب عليه افيرا افي جي افاست اسانشال هون تنقل الوتيليزاتور معناها الحاجة تخدم بها هذوما تراكوبي هذا سنة اوتورنت باش نستعرف اوتورنت هذا تيليشارجمون في سافيسا هوني تلقاو حاجة أخرى تاع معناها جماعة هوني ستريم ستريم هاذيك تاع جماعة تاع كونتر سترايك هاذيك جو أونلاين ميرسي بون دونك على الواحد أنا كلمتكم توا معناها قبل المغرب شوي إن شاء الله شيء طيب للناس الكل وإن شاء الله تلقاوني إن شاء الله في حلقات أخرى مرحبا بكم مرة أخرى في الباج أوفيسيال تاعي إسباس إنترنت إي بيراتاج كيما توا فيها هوني ان شاء الله تعجبكم وماذا بيا بنصنكم ماذا بيا تعملوا معناها بارتاجي الفيديو هذا باش الباج تكبر